أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. قريته في الجرايد أول إلى الحين في الجرايد الفنية يسألون الفنان يقولوا له الأخو أنت متى بديت الفن؟ يقول من زمان والله، لأن الفن يجري في عروقي كما الدم. الفنان اللي بحكي عنه الحين أظن أغلب ظني أن الفن يجري بعروقه. الفنان هذا زاملني واحنا تلاميذ في الكلية الصناعية، انا وهو ومشاري السنعوسي سوي تمثيليات بريحاتنا. فخبركم سرى الفن في العروق، بطل الفن عن مشاري وتقضب فينا احنا، تم في عروقنا. الفنان أحمد العامر، المنولوجيست أحمد العامر، هالريال برع في تقليد الفنانين، في تقليد الأمور الحياتية اليومية اللي نشوفها. أحمد العامر سنة 72 في 14/9/72 وعلى شريط 1279 قدم هذا الملل. أولا أهلا فيكم، و المونولوج الأول اللي عندنا هو طبعاً تعليق على كرة القدم، فراح نشوف المعلقين من كل قطر. طبعاً ما نبي أحد يزعل. فأول قطر عندنا هو المعلق الكويتي طبعاً ومعروف، الأخ خالد الحربان. مساء الخير، عساني الطير. الكرة في الملعب والملعب مخطط لعدة مربعات واللاعبين ترسيل الملعب، واحد لابس دشداشة. ما عليك انت، الكرة مخططة وهدومهم مخططة. الحين الكرة نبي نشوف شلون تروح وتجي، الكرة مدورة. المعلق الثاني اللي عندنا راح يكون فنانة معروفة طبعا، وهي السيدة فاطمة حسين. فاطمة حسين أعرفكم فيها، هي طبعا مقدمة دنيا الأسرة وقدمت عدة برامج في الإذاعة، فراح نشوف شلون تعلق على كرة القدم. في الملعب الظهر ماكو صوت واللاعبين موجودين وترسين الملعب ترس. اكو واحد اشمل حلابس باروكه من هناك. سيدتي الكريمة، نصيحة مني لك، إذا بغيت رأي لك قاعد في البيت حطي لك كرة في البيت. معناهم يقولون هذا البرنامج من أحلى البرامج في تلفزيون الكويت أول،
البرنامج ذي يهتم باللقاءات التاريخية مع رجال الكويت الخيرين الطيبين. البرنامج من إعداد وتقديم الزميل رضا الفيلي. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي اعتدنا أن نلتقي فيه ونتحدث فيه عن تاريخ الكويت القديم مع رجالات الكويت الذين عاشوا هذا التاريخ وعاصروا أحداثه. ومعنا اليوم العم عبد الوهاب عيسى القطامي، وهو أشهر من نار على علم في حياة الملاحة والتجارة في تاريخ الكويت، وهو ابن المرحوم عيسى القطامي، مؤلف كتاب دليل المحتار في علم البحار، وهو أول كتاب من هذا النوع يصدر في الكويت ويستعين به رجال البحر في أسفارهم ورحلاتهم. والعم عبد الوهاب خدم الكويت وشارك في بناء النهضة فيها، فكان مديرا لبلدية الكويت سنة 1938، وهو في الواقع موسوعة في معرفة البحر وحياة السفر وتاريخ الكويت البحري والتجاري القديم، وإنها لفرصة سعيدة أن نتحدث معه عن هذا الجانب من تاريخ الكويت القديم. عم عبد الوهاب، أولا نحييك تحية طيبة في تلفزيون الكويت، وإحنا سعداء جدا أن نلتقي معك. أشكرك على هذا. نبتدي نسألك، كيف بدأت حياتك العملية في الملاحة، وما هي المراحل اللي مريت فيها حتى أصبحت نأخذة أي ربان؟ بدأت أولا بالسفر مع والدي رحمه الله، وأخذني معه وأنا عمري 10 سنوات، وهو ربان في بقلة لآل العبد الجليل، وقضيت معه 2 سنين على هذه البقلة يعلمني فيها فنون البحر وطرقه. وبعدها سافرت مع العم عبد العزيز القطامي وعلمني كذلك طرق البحار، حيث في تلك السنة الوالد سافر لإداء فريضة الحج، وبرجوعه عن طريق الهند اشترى سفينة هندية من الهند وجلبها إلى الكويت، وبقيت معه 3 سنوات أسافر على هذه السفينة الهندية. وبعد ما ثبت لوالدي كفاءتي لقيادة السفينة، عندما بلغ عمري حوالي 17 سنة. هذا شيء عظيم جدا أن يستلم شاب في عمر 18 سنة مسؤولية يعني خطيرة وجسيمة في الواقع. والله هذا الذي حدث يعني. حتى أن حدثت حادثة في تلك السنة، أن صاحب الأموال التي شحنت عليها على السفينة عارض والدي أن تسفر السفينة وأنا ربان عليها نظرا لصغر سني، وحصلت بعض المشادة بين والدي وصاحب المال، وبعدها تدخلوا بعض الجماعة وحسموا المسألة على أن يكونوا لجنة لامتحاني امتحان فني بحري. وفعلا تكونت لجنة من 4 أشخاص من مشاهير النواخذة أو الربابنة في تلك الوقت، وامتحنوا لي وأجروا لي امتحان بحري، وسئلت عن جميع ما طلبوا مني، وبعدها أقرت اللجنة أنني أستطيع أن أقود السفينة، وسلم صاحب البضاعة أو صاحب الأموال. إنما طلب من والدي أن يجعل معي مساعد لسهر الليل فقط، وفعلا جعلوا معي شخص آخر لمراقبة شراء السفينة ليلا فقط، وقبل والدي بذلك.
آخر غلطة تمثيلية من تأليف محمد جابر، العيدروسي، تمثيل مريم العبد الرزاق، محمد جابر، عبد المحسن الخلفان، سليمان العثمان، والطفلة المعجزة وفاء عبد العزيز. المخرج محمد شرابي. في ذاك الوقت كان مخرجنا الكبير فيصل الضاحي مدير إدارة الاستوديو. التمثيلية سجلت بتاريخ 4/8/64 على شريط رقم 179. آخر غلطة. الحمد لله على السلامة. يا هلا. هذا شنو وياك؟ جرايد. جرايد ها؟ ايوه. وبعدين يعني؟ ليش شنو صاير؟ شنو صاير؟ هذا والله يقول. وانت بس كله بطوحة وشنو صاير؟ حرمتك بعد شنو؟ ايش في حرمتك؟ هذا اللي يقول. شوف يا خالد، حرمة اخوك قاعد تتعب وتشقى في هالبيت، ما احنا جايبينها خدامة مثل ما تقول قنيمة، والحق قنيمة خلي تشتغل، والحق حرمتك تساعد مرت اخوك. والله يما انا عيست وياها عيست. شنو؟ عيست يقول، قال عندك تغرم؟ قال ايه، قال عندك تاكل؟ قال لا. عيست اذا انت عيسان قول لي انا وانا اخوك، انا حاجيها او لا؟ هذه بنت ناس؟ ولا شلون يعني؟ طقها. سكتنا مرة مرتين بعدين يعني؟ ها؟ لا تخدمونها، خلوها. ها؟ والله. باسبوع زواج الله يهداك حرمتي قاعدة تخدم المسكينة. خالد هذا مو كلام. كان ما تقدر تكلمها ولا تحاجيها، نادها حق اخوك خليها يحاجي. اخاف اذا كلمتها يعني تعافك اخاف، ولا ماكو حريم غيرها يعني بالكويت؟ ها؟ ماكو حريم، كل ساعة بروح انا اتزوج انا، حرمتي احبها انا. لما قلنا لك روح نادها، روح قنيمة. قنيمة. ايه عنودية ما تعرف. نعم عطيك هذه. انا صبرا روح عمي روح. اي والله شفت شلون امك؟ قنيمة. ايش فيك؟ ها؟ نروح نادي امي. يمه يمه تعال شوفي قنيمة ما ادري ايش فيها. شنو؟ ما ايش فيها؟ قنيمة والله عيارة ما فيها شيء تصدقون؟ قنيمة عن النبي يا اخوي عيارة. روح زين عيارة هذا كله عيارة. قنيمة؟ هاو ايش فيك يا بريتي؟ ما في شيء. ايش فيك؟ ما ادري ايش فيك. صبري صبري. شريفة؟ شريفة مساء الخير. تعالي يا بنتي تعالي. وياي راحت. ايش فيك يا بنتي؟ قنيمة؟ احسن ما شر. ايش فيك؟ ما فيها شيء. شوفي روحي هناك تلقين الثلاجة ماي بارد يبي لي. ان شاء الله. ايش فيك يا بنتي؟ ايش حاسة فيه؟ هذا كله مليوع، صار لك كم يوم ما تاكلين، ما تقولي ليش حقه؟ بتذبحين نفسك. يلا يا شريف يلا. ايش فيها؟ كله من اليوع. هو من قاضبها يا حافظ، ليش ما تاكل؟ الثلاجة الحين ما متروسة من الخير. لا انت قول من نامي ما اشتغل انا ماني شو اسمه؟ ماني ماكله. لا حيل، خلها تموت حنينة. كذي زين الحين؟ الله يهداكم. لا تشتغل ولا شيء، انا مستعده اخدمها من عيوني قنيمه، ما هي رخيصه يا خالد. بنتي عسى يرحم، عسى الله يرحم حالك. روحي بس حق عبد العزيز يمكن يبي. ان شاء الله. روحي يا بنيتي. شلون شايفين؟ زين مو حطي بالك لها، انا باوصل شي من هي شويه. زين روح معنا يا وليدي، ما في الا العافيه ان شاء الله. شفتي يا بنيتي؟ شفتي؟ انا ما احب عليك هاليومين، لا تاكلين ولا تشربين. وانت قايره وحالتك حالك فيك؟ ما فيني شيء يا خالد، بس ما اشتهي اكل. لكن اليوم اشتهي اكل هريس يا خالتي. هريس؟ هو هذا وقت هريس؟ لكن يا خالتي مشتهي اكل هريس. يا بنيتي انا اقول لك انت متقايره هالايام تقولي لا. مبروك يا غنيمه مبروك. وعسى الله ان شاء الله يبارك فيك ويخليك حق ريلك. نعم يا بنيتي وانا اسوي لك اللي تبين. هريس بقل لي يصير. نعم بس لا تحركين. المسرحيه اللي بتشوفونها الحين فازت بالجائزه اعتقد الثانيه في مسابقه سوتها وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل للمسرح. عقب الفوز مسرح الخليج اخذ هذه المسرحيه وعملها على المسرح. كتبها عبد العزيز سريع، اخرجها المرحوم صقر شود، قام بتمثيل الادوار منصور المنصور، سعاد عبد الله، اسمهان توفيق، سالم الفقعان،
وآخرين من أعضاء المسرح. المسرحية هذه سجلت بتاريخ 18/7/66 على شريط رقم 639. المسرحية اسمها عنده شهادة. الله كريم يا ولدي، يصير خير إن شاء الله. إيه أبو فهد، أنا استأذنك وأنا رايح وياك. وين رايح؟ روح بس يا أحمد روح. أنا استأذن عني. هذا حكي عار، وقت الغداء الناس يروحون. عصابيت دايم، يا ما أكلت وشربت. ما في طيب، جيران عمر يا ولدي، أهل. بس أنا خليت فاطمة تروحها في البيت. وين عيال أخوك وزوجته؟ والله كلهم مسافرين. ليش ما أخذوها وياهم؟ والله ما بغت الروحة. وأنت ما سافرت السنة؟ لا والله ما أعطوني إجازة. عشان تبيها تروح وتخليك؟ أنا قلت لها روحي. بس رفضت والحين هي مربطتني. معلوم حق، لكن اسمع يا ولدي، تغد روح، غد انا ذاهب. صحيح، بس اسمح لي عمي، هي ما تاكل اذا ما جبت لها اكل. انت ما عندك مشتهي وكرام النفس هواها. على كيفك يبا، هذا بيتك ومكانك. عساك دايم يا عمي. طمان الله. بمان الله. سلم. الله يسلم. يا يوسف، يوسف سجل ما رخصوها يبا. يا لا سلام ولا كلام، طايرة. مساك الله بالخير يبا. لا مال الستر يا ونيس، أمك راح أجيبها أخوك. الحمد لله على سلامتها. أي والله الحمد لله على سلامتها. إلا وين أخوك أحمد؟ طالع شاف عبد الرحمن. إي أفتكر سلم عليه وبعدين راح. لا البومة ما يواي. يا يبا يوسف ما تشفيها الايام، تغير وصارت نفسه بخشمه. اول حليه وزينه، الحين حتى الضحكه ما يضحك. لا احنا ولا هالدراسه، درسناه وخربناه. طالع احمد شلون؟ احمد طالع عليك يبا، حليه وطيب مو كذي؟ اي معلوم تمدحين اخوك ابوك. دعوة يبا. انزين على هواش يا ونيس. وين جمالات؟ يمكن امي رحمت للباب. مسيك بالخير يبا. هلا بخير. يا هلا الحمد لله على سلامة امي. الله يسلمك. ومن قال لك؟ قال لي احمد بعد هما يا ابوها. هذا احنا ننطرهم. بنات، من هو اللي كان يتكلم معاكم قبل شوي؟ عجيب، من هو؟ يواسف. وينه؟ داعي. نادي جمالات. فتش الباب. سلام يا امي، شلونك؟ طيب الله يعافيك. الله يسلمك. مساك الله بالخير يا ابو. هلا.
مسيك الخير يوسف. الله يمسيك بالخير. الحمد لله على السلامة. نور نور البيت نور. نور بيتنا نور. يلا يا جمالات روح حط غدانا. ها وين ولد؟ أحمد. ولي سلم أخوي توصلني البيت. أي بيت هذا؟ تغدى يقعد يشوف أمك. ما أقدر يبا سلم خليته بروحه في البيت. هو راس ابنتي ما يكفي أشوفه. لا قاعد يلعب مع عيالي وقلت انا دقيقه بس اشوف ايش ورد. خلي واحد من اخوانك يروح يجيب. لا دام عيالك مسافر بعد شو ردك وغداي اللي طبخته. متحسف على الغداء يا حافظ قاعد عندنا اليوم وخلي غدا العشاء كيف. يلا عنابي يا عنابي يا خدود الحليوه تذكرونها الله من سمرة اشتغلت فيها الغناية عنابي غناها كارم محمود بتاريخ 5/4/63 على شريط رقم 800 في الكويت عندنا هنا وخليكم مع عنابي يا عنابي يا خدود الحليوة عنابي يا عنابي يا خدود الحليوة أحبابي يا أحبابي يا رموش الحليوة عنابي يا عنابي يا خدود الحليوة أحبابي يا أحبابي يا رموش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتذوبني يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتذوبني هي قصد الحليوة هي قصد الحليوة بيعدوا لو فات الحليوة بتميل العيون على خده وتشاهد جناين ورده ونسايم عبير بيعدوا لو فات الحليوة بتميل العيون على خده وتشاهد جناين ورده ونسايم عبير بيعدوا لو فات الحليوة بتهل الروايح منه وبيتقل عينك منه بتهل الروايح منه وبيتقل عينك منه متأكد وعارف إنه أمورة وحليوة يرضيك الحليوة يسيبني للنار اللي بتذوبني يرضيك الحليوة يسيبني للنار اللي بتذوبني هي قصد الحليوة هي قصد الحليوة Yeah.
شكرا يا طيبين، ولين اشوفكم فمع الله.